اكتر حاجه بنغلط وبنقع فيها كاباء وامهات واحنا بنربي اطفالنا ايه؟ ان احنا عايزينهم بيرفكت، احنا عايزينهم تمام التمام. طب انا عايزه بس اقول للاباء والامهات الله. الطفل ده عباره عن سفنجه بياخد مني وبياخد من الاب كل حاجه، فعل والرد الفعل. فلازم اكون واخده بالي قوي 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 وانا بتعامل مع طفلي، لان هو هيشرب مني، الكلمه هتاثر فيه، الشخطه هتاثر فيه، تواجدي او عدم تواجدي. انا بتكلم على الطرفين بس، معلش انا طبعًا. بتكلم على الاب والام، يعني ما بتكلمش على حد واحد بعينه. المسؤوليه مشتركه بالظبط كده. ولما المسؤوليه ما بتبقاش مشتركه بيبقى في مشكله على الطفل. غياب الاب في حياه الولاد بيأثر على الاولاد، بنات او اولاد او بنات طبعا، بيأثر على اختياراتهم بعد كده، بيأثر على هم رايحين فين كويس. غياب الام بيخلينا برضو في حته تانية، ان انا مش لاقيه الحب الكافي اللي انا المفروض اخده منها. تمام. فبالتالي انا اللي انا عايزه اقوله، اللي انا بقى انا كاب او ام هخلي بالي، انا برسم شخصيه صحيح، انا بعد بني ادم لبكره مش للنهارده. فلازم يعرف حاجات كتيره جدا جدا جدا، مش هيعرفها كلاما، هيعرفها كلاما، هيعرفها تصرفا. الخلاف بين الاب والام، انا بيجي لي حالات لما بنيجي نتحاور مع شخص بالغ بيفتكر اول مره امه اتهانت فيها من ابوه. صحيح. فبيبقى في عنده حاجات نفسيه كتيره بسبب مشهد اثر عليه. فالكلمه اللي انا بقولها لابني او التصرف اللي انا بعمله مع ابني ما هو الا معتقد هيعيش بيه عمره كله. فقبل ما اجيب بقى الناس المقبل المتزوجين والمقبلين على الخلفه، ارجوكوا اقروا الكتالوج بتاع ازاي تعد بني ادم للغد، ازاي تشوف انت هتعمل ايه لابنك، هتعلمه يعني ايه حريه، هتعلمه يعني ايه احترام، مش بالكلام بالفعل. ولازم يشوف، هو لازم يشوف كأم او يشوف كنموذج اب، لازم يشوفه محترم عشان اقدر اقدر يعني حتى من غير كلام زي ما حضرتك قلتي الانعكاس او اللي بيطلق عليه الميرورنج، يعني من غير ما يقول هو هيبقى بيعمل زي ما بابا او مامته بيعملوا. بالظبط كده. لما تعلمي ابنك انك انت انا وعدت، الكلمه وعد صحيح، مش ان انا ما مامي قالت لي انا هعمل كذا 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 وما عملتش. انا بعلمه ايه؟ الكذب صحيح، عدم الالتزام. فبالتالي انا كأم او كأب لازم انا ابص لنفسي الاول عشان انا حاسس ايه الزرعه ديت. وافعال صغيره جدا جدا، يعني حتى يعني اتذكر مثلا زمان انا مامتي لما كان يجي تليفون مثلا على البيت وارد على التليفون وهي مش فاضيه ما تقوليش قولي مش موجوده، تقولي شوية هفضى وهكلمك، ما ترضاش أبدا تقولي قولي مش موجودة. ماما بابا في الهلا بالظبط، دايما قاعد بيتفرج على الماتش. صح، دي قيمة مهمة.